بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نحول ملف DWG من الأوتوكاد إلى ملف دوكيومنت بيفتح في الوورد. طيب إحنا بنحتاج الكلام ده علشان ساعات بنبقى عايزين نوصف الرسم بتاعنا عن طريق الكتابة في برنامج الوورد. انا عندي رسمه زي ما احنا شايفين كده وانا عايزه احولها لبرنامج الوورد. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له كنترول سي واختار الرسمه بتاعتي كلها بالشكل ده، باخد منها كوبي وادوس بيمين الماوس انتر، تمام، وهروح على الوورد فاتحه زي ما شايفين ملف فاضي خالص، وهاجي عند الاعدادات اللي فوق. اول حاجه عندي هنا في الهوم اللي هي بيست، هاجي افتح السهم بتاعها وهاجي هقول له بيست سبيشال، هيفتح لي اعدادات زي ما شايفين. اول اعدادات فيها اللي هي اوتوكاد دراونج اوبجكت، هي دي اللي احنا محتاجينها. انا عندي بيست وبيست لينك، لكن احنا هنخليها بيست، وعندي اوتوكاد دراونج اوبجكت دي اللي احنا هنختارها، وهاجي اقول له اوكي. هو هيحمل لي الملف من دي دبليو جي للوورد. ادي الرسمه ظهرت لنا زي ما احنا شايفين. لو دوست عليها بيظهر لي حواليها مستطيل منقط بالشكل ده كده، هاجي ادوس بيمين الماوس واقول له كروب، واجي من عند المربعات اللي هي ظاهره عندي دي، هاجي من المربع اللي هو في الزاويه ده واجي اظبط اعمل كروب عليها بالشكل ده اهو. تمام، وبعدين ادوس على الرسمه. لو انا عايزه بقى اكبرها بسحب بالشكل ده اهو واكبر الرسمه من الزوايا اللي موجوده دي اهي. يبقى انا عندي الرسمه، عرفت ان انا انقلها على الوورد. اجي بقى بعد كده اسيفها، اقول له فايل وبعدين اقول له سيف از، واسيفها في اي مكان انا عايزاه، على مثلا كمبيوتر، على الداونلود، واجي اسيفها اهو وورد دوكيمنت، واسميها الاسم اللي انا عايزاه. بعد ما اكتب الاسم اللي انا عايزاه بقول له سيف. بقى كده سيفت الرسمه بتاعتي دوكيمنت، حولتها من دي دبليو جي لدوك في برنامج الوورد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.